أهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد، نتحدث فيها عن النتائج المأمولة من الاجتماعات المزمع عقدها غدا الاثنين في العاصمة الإيطالية روما، وهي المشاورات المخصصة لإعداد القاعدة الدستورية ووضع أيضا القواعد القانونية من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا في شهر ديسمبر القادم. هي الانتخابات التي يعول عليها الليبيون لإعادة الاستقرار والحياة السياسية المستقرة إلى ليبيا، لكن المخاوف حول الفشل واردة أيضا، لأنه كانت هناك في مدينة جنيف السويسرية في الأسابيع الماضية اجتماعات مماثلة لكنها لم تذهب إلى أي نتائج. وكخطة بديلة مجلس النواب الليبي قام بوضع خطة بديلة يستطيع من خلالها الليبيون انتخاب الرئيس بشكل مباشر. ما هو المتوقع وأي السيناريوهات أكثرها قدرة على التحقق؟ موضوعنا في حلقة اليوم من المشهد مع ضيفنا الكريم الأستاذ رضا شعبان، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أهلا بحضرتك أستاذ رضا. اسمح لنا في البداية أن نخرج معك ومع مشاهدينا لمشاهدة هذا التقرير. الذي تستعد فيه ليبيا لاستكمال الاستحقاق الرئاسي بإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، جاء التدهور الأمني والانقسامات السياسية في البلاد ضربة قاسمة لتطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وتحاول روما إنقاذ العملية السياسية من خلال اجتماع يحضره رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح وأعضاء البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، وذلك لتفادي انهيار العملية السياسية وحسم ملف القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المقبلة. ويدخل الحوار السياسي الليبي فصلا جديدا بتنظيم اجتماعين حاسمين، الأول تعقد لجنة برلمانية في روما والآخر يجمع بين أعضاء لجنة التوافقات، ولم يحدد موعد له بعد، وذلك كآخر الفرص المتاحة لإيجاد حل للخلاف حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في 24 من ديسمبر المقبل، قبل اللجوء إلى خيار تغيير خطة إجراء الانتخابات في حال تجاوز مهلة الأول من أغسطس. في حين حذرت مفوضية الانتخابات من أنه في حال عدم تقديم القاعدة في مطلع أغسطس فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بل سيتم إجراء انتخابات برلمانية فقط في ديسمبر وتؤجل الانتخابات الرئاسية إلى 24 من يناير المقبل. ويأتي ذلك في وقت تشكل الأوضاع الأمنية تحديا لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد لدبيبة في حماية العملية السياسية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة في العاصمة طرابلس حيث عاش سكانها اشتباكات بين الميليشيات المسلحة. وقالت وزارة الداخلية الليبية إنها تابعت عن كثب الأحداث التي وقعت وأدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة. أهلا بكم مرة أخرى أستاذ رضا. يعني ما هي الظروف والملابسات التي تعقد فيها هذه الاجتماعات في روما والتي تجعلها تختلف عن الاجتماعات التي فشلت في جنيف منذ عدة أسابيع؟ يعني هو مبدئيا نتفق أنه يعني ما فشلت في البعثة الأممية لن تفلح في دولة إقليمية متدخلة في الشأن الليبي. البعثة الأممية ممثلة المجتمع الدولي والتي بيدها تحريك القرارات الدولية ضد المعارقين الحقيقيين، البعثة الأممية والتي لديها يعني مهمة تطبيق خارطة الطريق، يعني فشلت في جنيف. فمبدئيا يعني محكوم على مؤتمر روما بالفشل ده من وجهة نظري. نرجع لسبب الانعقاد، الفشل سبب فشل سبب الفشل معروف، هو تنظيم الإخوان يعني يريد تفصيل يعني قاعدة دستورية و
فقه قانوني يتلائم مع وجوده. طبعا تنظيم الإخوان هو مجرد منفذ لخطط خارجية خارج ليبيا لبعض الدول الطامعة في ثروات ليبيا والطامعة في تحريك التحكم في المشهد الليبي. يعني حتى لا نعطيهم أكبر من حجمهم، هم مجرد أدوات وظيفية فقط. يعني كلما تعثرت المساومات بين تركيا وبين الأطراف المعتدلة إنها تخرج المرتزقة وتخرج القوات الأجنبية قواتها الموجودة على الأراضي الليبية واللي يعني موجودة بشكل يعني بشكل واضح واحتلال فج يعني. كلما تعثرت المساومات كلما تحرك التنظيم واختلق تفصيلة يدخل المسار السياسي أو المسار الدستوري في متاهات. لا طيب ما هو استمرار المشاورات في دولة ثم دولة أخرى أليس هذا تعطيلا؟ يعني لماذا جولة أخرى من المشاورات؟ هو يعني هو يأتي في إطار التنافس الأوروبي في ليبيا دائما. روما تؤكد على وجودها في الملف الليبي باستخدام أي مسار للمباحثات، وده بيجي عقب أي اجتماع أوروبي. يعني هو بالأساس رد مؤتمر روما هو رد على المباحثات أتينا. عقيلة صالح والمسؤولين الليبيين كانوا في أتينا من 15 يوم. طبعا محور أتينا باريس القاهرة محور معارض تماما للتواجد العسكري التركي والعبث التركي في منطقة شرق المتوسط وفي ليبيا. لذلك وهناك على الجانب الآخر في حلف جديد ناشئ بين إيطاليا وتركيا في الجنوب الليبي والغرب الليبي لضرب المصالح الفرنسية. فهو يأتي في إطار التنافس الأوروبي الأوروبي يعني مش أكتر من ذلك. يعني المسألة الليبية بعيدة تماما عن أو الرغبات الليبية بعيدة تماما عن اهتمام هذا المؤتمر. وإلا كان استقدم كل الأطراف، هو استقدم طرف واحد. إذا اعتبرنا يعني أن هناك أطراف، هو استقدم سيادة المستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إضافة إلى رئيس المفوضية. يعني الجانبين أرى أنهم بيطرحوا اطروحات مؤسسية، اطروحات معقولة ليست بعيدة عن إنما الطرف المختلف اللي هو تنظيم الإخوان اللي بيمثل الرغبات الأجنبية في ليبيا هو اللي بيعرقل، وهو اللي دائما يخرج باعتراضات على يعني مسألة الاستفتاء على الدستور. يعني كان هناك تصريح للمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وقال يعني تأكيدا على كلام حضرتك أنه هناك محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات في البلاد، وأن بعض الأعضاء لجنة الحوار يحاولون إدخال ما أسماها بحبوب سامة داخل هذه المفاوضات لإفشالها تماما. هل هذا يعكس الرؤية الأمريكية تجاه الملف الليبي الآن؟ يعني هو في يعني في تضليل في التسميات مسألة أو في التعريفات، من هم المعرقلين وإيه هي معايير العرقل. هو كلام مطلق أنا أفهمه أنه إن الإخوان، أنا شايف أن الإخوان هم اللي بيعرقلوا هو المسار السياسي والمسار الدستوري، وده واضح وموجود على الأرض. ولكن إطلاق الكلام على عواهنه بدون تسمية من هم المعرقلين موقف واشنطن. طيب أليس غامض في لكن موقف واشنطن التي تطالب بإخراج المرتزقة وبشكل فوري قبل إجراء الانتخابات، أليس معروفا أن المرتزقة محسوبين على تركيا مثلا؟ يعني هل هذا الكلام فيه انتقاد للجانب المؤيد لتركيا أم نفهمه بشكل آخر؟ لا برضو لكن ده برضو خاضع لمسألة التعريف من هم المرتزقة. طب لو تفصل لنا موقف واشنطن. موقف واشنطن منحاز، واشنطن الديمقراطية الحالية منحازة تماما لتيار الإسلام السياسي، ترى فيهم أنهم أداة جيدة جدا وسريعة وناجعة لهدم أي دولة قائمة في المنطقة، وأداة سريعة وناجعة في إثارة الفوضى والقلاقل والإدخال المجتمعات في الفوضى وما إلى ذلك.
تمهيدا للدخول الامريكي القوي. هي يعني مهمتها التفكيك لصالح واشنطن. لذلك واشنطن الديمقراطيه تدعم ذلك. الاداره السابقه كانت ضد مساله يعني ضد مساله تمكين الميليشيات والاسلام السياسي، والرئيس ترامب اعلن ده بشكل واضح، وكان في حتى يعني مصادمات واصله للقضاء واصله للكونجرس بين الحزب الجمهوري اللي كان حاكم والحزب الديمقراطي اللي كانت تمثله هيلاري كلينتون في وقت من الاوقات وما الى ذلك. اداره ترامب او الاداره السابقه في امريكا كانت ضد تمكين الاسلام السياسي وعدم استخدامهم ورقه، لانه في النهايه بتخلق حاله من الفوضى يعني لا قبل للعالم بها باحتوائها. صحيح. يعني فوضى يعني غير محسوب. يعني نفهم انه اداره بايدن تدعم الاسلام السياسي، يعني تيار الاخوان الموجود داخل ليبيا. هل هذا يتناقض مع تبنيها او رفضها للسياسه التركيه في ليبيا؟ لا يعني ولا هما يتوازيان؟ يعني بيتوازوا مع بعض. هي تركيا تعبر تركيا هي الحاضن لتنظيم الاخوان، وتركيا هي الحليف للامريكان للحزب الديمقراطي تحديدا في المنطقه، ووكيل يعني مصالحهم الاقتصاديه وما الى ذلك. فهم يعني لا يتصدمان. الميليشيات موجوده على الارض، المرتزقه الاتراك موجودين على الارض. هناك يعني نرجع لموضوعنا انه في فوضى في التعريفات، كل طرف يحاول يعني تفصيل القرارات الدولية على الطرف المقابل. يعني كلمة المرتزقة أنا أزعم أنه واشنطن طالما لم تسمي المرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية الموجودة بأنها قوات تركية وما أخدتش موقف واضح، أنا أزعم أنه هي واشنطن تحاول سحب الكلمة على الخبراء الروس. طيب. أو ما إلى ذلك الموجودين. ما هو برضو حتى الجوانب المعارضة أو الدول المعارضة بشكل واضح للوجود التركي مثل فرنسا مثلا لا تتحدث عن تركيا برضو بشكل محدد، هي تقول أيضا المرتزقة والقوات الأجنبية. أقصد أنه هذا مصطلح يعني كل الدول ايا كانت اتجاهاتها تتحدث يعني به. فرنسا موقفها واضح واعلنت المرتزقه الذين جلبتهم تركيا الى ليبيا. يعني في زعم ان في مرتزقه روس منحازين او موجودين مع طرف الجيش الليبي. يعني هو حتى الان ما فيش ما يثبت ذلك الا بعض الخبراء الروس، ويعني في اطار يعني التعاملات الدوليه العاديه. يعني تركيا تركيا ومن وراءها يعني بريطانيا واشنطن، الخط الداعم للاسلام السياسي يحاول يعني تعطيل اخراج قواته من على الارض، ويحاول تعطيل اخراج مرتزقته من على الارض، ويحاول تعطيل المسار الدولي اللي متفق عليه في برلين 1 و2، وكل التفاهمات اللي بتطلب اخراج المرتزقه واخراج القوات الاجنبيه، وذلك لضمان وجود الاخوان في سده الحكم. وذلك يعني ولذلك تركيا تماطل حتى لما بعد الانتخابات، يا اما تاجل الانتخابات يا اما الانتخابات وتاتي بنتائج متوافقه مع اهداف مع اهداف بالضبط، والا ستحرك الفوضى زي ما حركتها امبارح. طيب من هنا وحتى اجراء الانتخابات، يعني نتحدث عن السيناريوهات. امريكا تتحدث عن اخراج المرتزقه، الاتحاد الاوروبي يتحدث عن ربما عمليه عسكريه او ضربه تستهدف تحت طبعا اشراف الامم المتحده لضبط الوضع الداخلي ودعم المسار السياسي. لو هذا يتوافق مع مخرجات برلين، نصوص برلين واضحة جدا، إخراج المرتزقة الأجانب، العبث التركي، الكف وإيقاف العبث التركي وضخ السلاح إلى ليبيا.
يعني مسار برلين سمى تركيا سمى الفاعل الحقيقي والعابس الحقيقي في ليبيا. لو هذه هي وهم ما اتكلموش عن ضربة عسكرية، هم اتكلموا عن قوات عسكرية موجودة مش يعني قوات تتواجد على الأرض، قوات عسكرية تتواجد على الأرض لمراقبة تنفيذ القرارات الدولية، هذا زعم الاتحاد الأوروبي. هو طبعا في هاجس من الاتحاد الأوروبي من الوجود الروسي في ليبيا. كان في السابق روسيا وفي الإدارة الأمريكية السابقة كان في شبه توافق بين روسيا وإدارة ترامب على يعني عدم جدوى الناتو وعدم جدوى الاتحاد الأوروبي وضعفه، وكان في محاولات لإضعافه في إطار يعني التنافس التاريخي اللي بين روسيا والاتحاد الأوروبي. بعد التغييرات السياسية في أمريكا في واشنطن وتصدر الحزب الديمقراطي وهو منحاز للاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك، الوجود الروسي طيب يعني حتى تلتقط أنفاسك اسمح لنا أن نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ يسري عبيد الكاتب والمتخصص أيضا في الشأن الليبي، نسمع وجهة نظر حضرتك وتوقعاتك عن في الشأن العربي عفوا، توقعاتك عما تتمخض عنه اجتماعات العاصمة الإيطالية روما غدا حول الشأن الليبي. بداية برحب بكم بالسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه الاجتماعات ربما تكون من الفرص الأخيرة لمحاولة التوصل إلى حلول توافقية بين جميع النخب الليبية وجميع أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي للاتفاق على قاعدة دستورية والاتفاق على خريطة طريق حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. هناك بعض الاختلافات ما بين النخب الليبية وبعض أعضاء حوار الليبي خلال اجتماعات جنيف الماضية، والتي للأسف الشديد لم ينتج عنها أي جديد بخصوص التوافق على الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية. وبالتالي فشل الاجتماعات السابقة. الأمم المتحدة دعت لاجتماعات جديدة، للأسف الوقت يداهم الجميع بخصوص هذه المسألة، الانتخابات في ديسمبر المقبل، وبالتالي لم يبقى الكثير من الوقت لوضع حلول توافقية ووضع قاعدة دستورية يسير عليها الجميع وتجرى عليها الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية. وبالتالي هذه اجتماعات روما ربما تكون من الفرص القلائل التي تبقى أمام السياسيين والنخب الليبية لمحاولة التوصل إلى اتفاق مرضي للجميع. لا بد للجميع لجميع الأطراف أن تتنازل عن بعض شروطها. المهم هي مصلحة ليبيا أولا وأخيرا، وليس مصلحة جماعات أو أحزاب موالية للأسف للخارج تحاول تغطيل العملية السياسية الليبية. طيب، أهم الخلافات الموجودة داخل هذه اللجنة التي تجتمع غدا في روما، ما أهم الخلافات بين الأطراف الليبية ذاتها؟ أهم الخلافات هي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خصوصا نحن نعلم أن بعض الأطراف الموجودة أطراف موالية لجماعة الإخوان المسلمين ومنها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري الذي يدين بالولاء لتركيا، وللأسف الشديد الكلمة الفصل في جميع خياراته وجميع اتجاهاته هي تعود للعاصمة التركية أنقرة، وهو ما أفشل الاجتماعات السابقة. هم يريدون أن ألا يكون المترشح للانتخابات الرئاسية ذو خلفية عسكرية أو لديه جنسية أخرى، وهم يقصدون بذلك المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. تركيا تحاول بقدر الإمكان منع المشير حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية لأنها تعلم تماما أن له أرضية كبيرة وبالتالي فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية كبيرة، وهو بالتأكيد ما سيؤثر على مصالح تركيا وعلى الميليشيات والمرتزقة والجماعات وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في الغرب الليبي. وبالتالي هذه الشروط التي ربما وضعتها جماعة الإخوان في ليبيا هي التي أثرت على الحوار السابق، وهي تعتبر من أبرز الشروط والبنود التي لم يتم التوافق حولها، بالإضافة إلى بعض الشروط
الأخرى، ولكن هذه هي الأبرز، هي ما تحاول الأمم المتحدة وبعض الأطراف أن تعمل على تخريب وجهات النظر بشأنها. ولكن للأسف الشديد وجود القوات التركية ووجود المرتزقة ووجود أنقرة القوي في العاصمة الليبية طرابلس وصناعة القرار هناك ربما تعوق هذه العملية، وبالتالي أعتقد أن الأمم المتحدة ستعمل بكل جهد على محاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى حلول وسط بشأن هذه العملية. وإذا فشلت كل هذه الأمور ربما نلجأ إلى البرلمان الليبي والخطة البديلة. نعم، لكن قبل أن نذهب إلى الخطة البديلة والسؤال الأخير أستاذ يسري عن يعني إمكانية تنفيذ أو وجود قوات تابعة للاتحاد الأوروبي على الأرض تساعد في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، أيضا الضغط الأمريكي لتحقيق هذا الهدف، هل هذه الفرضية قابلة للتحقق قبل الانتخابات؟ للأسف الشديد أي قوة تحاول التدخل في ليبيا هي تحاول التدخل لمصلحتها الشخصية وليس لمصلحة الليبيين. للأسف هذه القوة الغربية هي التي تمت في البداية في تدمير ليبيا، حلف الناتو هو الذي شن عدوانا عسكريا على الأراضي الليبية وتخلص من الزعيم الليبي معمر القذافي وترك ليبيا فريسة للجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة طوال 10 سنوات، وهو ما عطل الحل السياسي حتى الآن. وبالتالي هذه القوة عندما تهدد بالتدخل تهدد كل دولة، تهدد لمصلحتها الشخصية. ليبيا دولة كبيرة، دولة غنية بالموارد وغنية بالنفط، ولكن للأسف الشديد ليست لديها حكومة قوية وليست لديها قوة تستطيع الدفاع عن نفسها ضد هذه القوة، وبالتالي كل هذه الدول الغربية تحاول تقسيم التورتة والكعكة الليبية لمصالحها الشخصية، سواء في عقود النفط أو عقود إعادة الإعمار أو غيرها. وهو ما يفسر تمسك تركيا بالبقاء في ليبيا لأنها تريد أن يكون لها قدم في المرحلة المقبلة وتحافظ على مصالحها. شكرك شكرا جزيلا أستاذ يسري عبيد الكاتب المتخصص في الشأن العربي. أعود إليك أستاذ رضا الآن، هل لك تعقيب على ما قاله؟ هو جزء يعني تأكيد على كلام الأستاذ يسري أنه واستكمالا نفس الفكرة أنه الاتحاد الأوروبي مجرد إعلانه عن وجود قوات عسكرية في ليبيا كان رسالة ضمنية لروسيا أو للمفاوضات الجارية الآن بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأمريكا في على تقسيم الكعكة في ليبيا. فهي يعني هي رسالة أكثر منها تحقيق يعني فكرة قابلة للتحقق، لأنه هو في وثيقة سربت عبر إحدى الصحف البريطانية حول وجود عسكري أوروبي في ليبيا، لكن هناك مسؤولة من الاتحاد الأوروبي نفت ذلك. فهي في إطار إرسال رسائل ضمنية لكل قوى المتحدة. طيب نفهم حقيقة وطبيعة الدور الروسي أو النفوذ الروسي أو حتى الطموحات الروسية في هذه المنطقة في ليبيا، ما هي حدودها؟ يعني هي روسيا في الفترة الأخيرة أو يعني في الجزء الخاص في ليبيا زي شأنها شأن أي دولة طامحة إلى علاقات مع الحكومة الليبية الجديدة أو مع السلطات الليبية الموجودة على الأرض، وترى في المشير حفتر والقيادة العامة للجيش الليبي والبرلمان هما السلطات الشرعية الموجودة في ليبيا والسلطات الأقوى تأثيرا وسيطرة على الأراضي الليبية. لكن هناك روسيا أخرى، يعني طبعا الأدوار كلها مزدوجة، يعني هناك روسيا أخرى تتحالف مع تركيا في غرب ليبيا، يعني ولأول مرة يعني الروس يبقوا يسمحوا بمسألة المرتزقة والميليشيات وهي عانت معاهم سنوات، يعني ده كان لتهديد الاتحاد الأوروبي أو محاولة إضعافه وتحجيم دوره داخل ليبيا. فهي القضية في إطار
يعني صراعات النفوذ والاقتصاد والعالم النفطي يعني. فهو ده الدور كالعاده يعني. لذلك في دعم روسي واضح ومعلن دعم سياسي روسي واضح ومعلن للجانب يعني الجانب المستقر في ليبيا يعني الغرب، غرب ليبيا يعني مجموعه من الميليشيات والمرتزقه وحامل السلاح خارج اي اطار لكن رسمي. دخول روسيا على الخط في ليبيا لم يكن منذ بداية الأزمة، يعني هو ربما تكثف وظهر بشكل واضح مؤخرا في الفترة الأخيرة. صحيح. لماذا؟ ما بعد فترة المؤتمر الوطني من بعد 2014، بعد اتساع النفوذ الإرهابي الدولي في ليبيا. المؤتمر الوطني كان يسيطر عليه تنظيم الإخوان وكل حلفائهم الإرهابيين، القاعدة وداعش وما إلى ذلك، في داخل كتلة سميت كتلة الوفاء لدم الشهداء، كانت هي ما تسيطر على المؤتمر الوطني. حتى أن روسيا لما أعلنت موقفها هجمت الاتحاد الأوروبي وهجمت تدخله، وقال أنه يعني تسرع في هدم دولة دون يعني إيجاد بديل، مما أتاح للميليشيات والمرتزقة السيطرة على المشهد بهذا الشكل الفج، واتهمت وكان في سجال حتى بين يعني بين باريس في فترة، بين باريس وبين لأن هي اللي أخذت المبادرة للتدخل العسكري في ليبيا، كان في سجال بين روسيا وفرنسا، كان ده بوابة دخول روسيا على الخط. لكن الدخول الروسي قديم جدا في ليبيا حتى من ايام القذافي، هي امتنعت فقط او اختفت يعني خلال سنوات الازمه الاولى من 2011 الى 2014 بعد امتداد هذا النفوذ الارهابي والنفوذ البريطاني والحزب الديمقراطي الامريكي وتواجده بقوه داخل صناعه القرار في ليبيا. روسيا دخلت على الخط يعني شأنها شأن أي دولة يعني، لكنها لم تدعم أي طرف مشيت مع المسارات. لكن هو الموقف الغريب والمتناقض هو تحالفها مع تركيا في الغرب الليبي في إطار صراعها مع الاتحاد الأوروبي. يعني قيل أيضا أنه في أواخر عهد ترامب كان اتساع النفوذ الروسي والتواجد الروسي في ليبيا كان بدأ يزعج أيضا الإدارة الأمريكية، رغم موقفه الذي تحدثت عنه حضرتك بعدم رغبته في دعم الإسلام السياسي، لكن كان يقلقه أيضا تنامي النفوذ الروسي في هذه المنطقة. هي أدوار يعني أدوار متعددة يعني مفيش ثبات في المواقف السياسية، ثبات غير الموقف المصري فقط. الموقف المصري منحاز للمبادئ العليا و الثوابت السياسية الدولية المتعارف عليه، لكن كل الدول المتدخلة أو معظمها لها أدوار مزدوجة وأدوار متعددة. كان النفوذ الروسي وقت ترامب كان يعني كان في تحالف أو كان في شبه رضا من إدارة ترامب عن الوجود الروسي التركي في غرب ليبيا لتهديد الاتحاد الأوروبي. معروف موقف رئيس ترامب والحزب الجمهوري من الاتحاد الأوروبي، لكن كان ضد امتداد نفوذه في الشرق، لأنه كان أمريكا لها خطط واستراتيجيات يعني مش في غرب ليبيا بس، في ليبيا بالكامل وهكذا يعني. طيب الخطة البديلة التي وضعها مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح في حال فشل إجراء الانتخابات بأنه يتم اختيار الرئيس بشكل مباشر من الشعب، هذه الخطة هل تضمن أنه حدوث الهدف من الانتخابات حتى لو لم تجرى الانتخابات بالشكل المزمع والمأمول؟ في اتفاق دستوري، في إعلان دستوري أقروا المؤتمر الوطني اللي كان بيسيطر عليه الإرهابيين في 2014، في مارس 2014، ويقر انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي بشكل مباشر. بشكل مباشر بأي معنى برضه؟ بمعنى أنه يعني هو
اللي هو الانتخاب العادي زي يعني زي انتخابات. طيب ما هو ما الفارق بين هذا وبين الانتخابات التي يبحثها او وضع قواعد دستوريه للانتخابات التي الاخوان عايزين الآن. عايزين انتخاب الرئيس من البرلمان. الاخوان مش هيقدر يسيطر على الشعب الليبي بشكل كامل لانه ملوش شعبيه وانهارت شعبيته وكشف وجهه الحقيقي، لكن يقدر يسيطر على 200 عضو في البرلمان، يقدر يشتريهم، يقدر يهددهم وما الى ذلك. فلذلك هو بيحارب بشتى الطرق انه يدفع في اتجاه انتخاب الرئيس من داخل البرلمان، لان هو مجهز طبعا قوائم هيمرر منها بعض الشخصيات المنتميه ليه، لكن طبعا مختبئه وكده، وهيبدا يسيطر على البرلمان. هو يقدر يسيطر على المساحات الصغيره لكن مش هيقدر يسيطر على شعب كامل. فلذلك هو بيدفع في هذا الاتجاه ويرفض قانون الانتخابات. انما في اعلان دستوري وفي قاعده دستوريه واجريت عليها انتخابات سابقه، يعني استفاد منها التنظيم في السنوات الماضيه. هو يعني عايز عنده مشكلتين. مشكله التزامن بين انتخابات البرلمان والرئاسه، هو مش عايز ده خالص لانه طبعا هتفلت منه. وكمان مش عايز انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي. واذا فشل في 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 حاجه منهم بيحاول يفصل، يوجد فاصل، وهو ده ما يسعى اليه الان، يوجد فاصل بين الانتخابين البرلمانيه الاول ويشوف وضعه. اذا هو قدر بالظبط واذا هو قدر يسيطر على البرلمان فحيوافق على انتخاب الرئيس بشكل. طيب هو غير النقطة التي تحدث عنها أستاذ يسري أنه لا تكون الخلفية للمرشح الرئاسي خلفية عسكرية، غير هذه النقطة ما هي طلباتهم الأخرى هذا التيار التابع للإسلام؟ مسألة حامل الجنسيات الأجنبية، كل الإخوان يحملوا جنسيات أجنبية، يعني متفصلة تقريبا على المشيخ خليفة حفتر بشكل واضح. هو يعني الرجل لا يحمل جنسية أجنبية، هم كلهم يحملوا جنسيات أجنبية، هم معترضين على بعض البنود اللي هي هتخرجهم من المشهد. لذلك يا إما أكون فيها يا إما أنهيها تماما. ودي طريقة الإخوان دائما. لو قدر يسيطر على البرلمان في الانتخابات، هو عايز يعمل الفاصل زي ما قلت لحضرتك، فاصل زمني بين الانتخابين، وبيضغط في هذا الاتجاه. وده اللي دفع الاستاذ عماد السايح رئيس المفوضيه انه يتكلم انه لو لم يتم الاتفاق على قاعده دستوريه قبل 1 اغسطس يعني الوقت مش هيسمح باجراء غير الانتخابات البرلمانيه فقط، وهذا ما يريد الاخوان ما يدفع في طيب وفي حال يعني لم يتم التوافق حول شكل الانتخابات الرئاسية، يعني هل نحن أمام إمكانية لإلغاء الانتخابات الرئاسية الآن إذا لم يتم التوافق؟ برضو دي أحد أهدافه، أحد أهداف التنظيم. هو دايما بيلعب الألعاب الخطرة دي والمعادلات الصفرية، يعني إذا ما أخدش اللي هو عايزه وإذا ما فينهيها تماما فيأجل. هو برضو عنده يعني احد اهدافه الثانيه اللي بتفق معاه بعض الفاسدين فيها، مد فتره الحكومه الحاليه اللي هي السلطات المؤقته لحكومه السيد عبد الحميد دبيبه والمجلس الرئاسي، مدها سنه او سنتين. ده يتفق مع تنظيم الاخوان في الفاسدين اللي هي الانتخابات مش هتجيبهم في المرحله الجايه. فلذلك هو بيلعب على كل الاحبال وبيلعب بكل الاوراق. طيب لانه امامنا دقيقتين فقط، عايزين نستعرض يعني تاريخ نشاه حركه الاخوان المسلمين داخل ليبيا، متى بدات تشتد شوكتها والى ما تطمح الان؟ في استعراض سريع كده. يعني هو التاريخ الأقرب بداية ظهورهم وعودتهم إلى ليبيا بعد هدم ليبيا في 2011. هم كانوا كلهم طبعا عايشين خارج ليبيا بزعم إن هم يعني معارضة وما إلى ذلك، لذلك هم طبعا بيعترضوا على مسألة الجنسيات الأجنبية. بدأوا يرجعوا بعد مارس، بعد الضربة الأوروبية أو الضربة الدولية اللي حصلت في ليبيا وضمان انتهاء قوات يعني الدولة الليبية الجيش الليبي في هذا التوقيت بدأوا يتوافدوا في شكل معارضة، منهم اللي كان منخرط في الجبهة
الوطنية لإنقاذ ليبيا، منهم اللي كان منخرط في التنظيم بشكل علني، منهم اللي هو قاعدة بشكله الواضح، وبدأوا يتدفقوا على ليبيا باعتبار ان هم الطيور المهاجرة اللي بدأت تعود الى ليبيا. بدأوا يجمعوا كل معظم القيادات، عددهم انا حضرت المؤتمر الاول ليهم في ليبيا، عددهم لا يتجاوز 2000 شخص، لكن كل يعني بفعل القوى الدولية اللي واقفة وراهم وبفعل المال وبفعل الدفع وراهم بقى ليهم هذه السيطرة. أول ما سيطروا على المؤتمر الوطني الليبي اللي هو تاني جسم نيابي في تاريخ ليبيا ما بعد 2011، بدأوا يستقدموا كل التنظيمات الإرهابية في العالم لتعزيز وجودهم في ليبيا، والسطو على القرار السياسي والقرار الاقتصادي. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة من المشهد، الأستاذ رضا شعبان الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أشكرك شكرا جزيلا. أشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في حلقة اليوم، إلى اللقاء.